وهكذا. فأنا أوجه هذه الرسالة من خلال هذا المنبر لإخواني، ألا نترك ورد القرآن. من جمع الله القرآن في قلبه فلا أقل من 3 أجزاء 10 أيام. أنت حافظ لكتاب الله 10 أيام؟ أقل القليل، أقل نسبة، والأسبوع أفضل. أن تختم في كل أسبوع مرة أفضل، ولكن بركة القرآن الحمد لله، يعني أسبوع شيء طيب جدا. وإذا كان هذا صعب عليك، يعني هي 4 أجزاء وشوية، يعني ساعة وقليل، 24 ساعة، خذ ساعة ونصف للقرآن، وخذ الباقي لحاجاتك أنت ونومك وأكلك وشربك. فإذا أبيت إلا أن تقرأ 3 أجزاء فتختم في كل 10 أيام، والله يا إخوانا يعني بركة الورد القرآني مشاهدة. يعني الذي يتخذ وردا من القرآن لا يتركه، ويجعلها على نفسه كالصلاة المفروضة. أرأيتم أحد يترك الصلاة؟ يعني الصلاة المفروضة حتى لو نسيتها أو نمت عنها تقضيها. فكذلك يكون وردك من القرآن لو انشغلت بشيء ما. يعني أنا حقيقة بعض المرات للفائدة يجوز البوح ببعض الأسرار، فيأتي بعض المرات نهاية الأسبوع مثلا يوم الخميس بالليل لازم أنا أختم، زين، يأتي وقد تراكم علي بسبب انشغالك، كان شغالنا بعض المسابقات أو كذا، فأجد نفسي في ليلة أريد أن أختم، علي أن أقرأ ممكن 15 جزء، فلا أذوق هذه الليلة نوما أبدا، لا بد أن أختم، ولا بد أن تطلع علي شمس يوم الجمعة وقد ختمت. فتجعل على نفسك عزيمة لا تتركه، إن فعلت هذا والله لتجدن بركة القرآن تعمك أنت وأهلك ومن حولك، والله يرزقني وإياكم إن شاء الله. إن فعلت هذا والله لتجدن بركة